تفضل يا أخي علي من حائل. ألو، السلام عليكم يا شيخ، مساك الله بخير. مساك. اكسر التلفزيون يا علي شوي، تكفى شوي، قصر التلفزيون. والله أنا بغيت التلفزيون حاليا. تفضل. إن شاء الله يزيد فضلك. يا شيخ أنا قد مريت مرة من عند حلال وعطاني الراعي دون علم صاحب الحلال لبن، فهل يحمي علي شيء؟ هل أسباني ولا ما علي شيء؟ لا لا بأس بذلك يا أخي. لا بأس بذلك. أنا خفت على السمع إن ما دون علم صاحب الحلال ما طيب. راعي أعطاني. جاوبك الشيخ. هذا يتسامح فيه، هذا يتسامح فيه، لا بأس. الحمد لله. أحسن الله إليكم.